العظمي. نبدأ بالقوام. القوام هو الشكل العام للجسم والعظام والعضلات، وله الدور الأساسي في تكوين القوام الجيد وقدرته على أداء المهارات اليومية بصورة صحيحة. إذن ما الذي يجعلك تتحرك بسهولة ويسر؟ الذي يجعلنا نتحرك بسهولة ويسر إنه الجهاز العصبي الحركي بمشاركة الجهاز العصبي، أي بمساعدة الجهاز العصبي يدعم الجهاز الدعامي الحركي. فإن الجهاز الدعامي الحركي يتألف من الهيكل العظمي والعضلات. لنبدأ بالهيكل العظمي. الهيكل العظمي هو مجموعة من العظام المتصلة مع بعضها البعض بمفاصل تعطي لجسم قوامه وتؤمن له الوظيفة الدعامية الحركية بمشاركة مع العضلات والجهاز أي الجهاز العصبي. إن وظيفة الجهاز العظمي له وظائف عدة يساعدنا على الحركة، وأيضا يحمي الأعضاء الداخلية أي مثل القلب والرئتين، ويعطي للجسم الدعامة والشكل العام.